بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، قسم العلوم العامة، الصف الأول، إعداد الأستاذ خالد زكريا معلم العلوم الصف الأول. اليوم طلابي الأعزاء سنكمل مراجعة الثلاث دروس الأولى بالوحدة السابعة. الدرس الأول كان بعنوان كيف يمكنني أن أستخدم الدفع والسحب لتحريك الأشياء؟ الدرس الثاني كيف يمكنني أن أغير سرعة شيء ما؟ الدرس الثالث هل يمكنني أن أبطئ سرعة شيء متحرك؟ هذه الثلاث دروس الأولى هي المقررة علينا في الوحدة السابعة. يتبقى أربع دروس، هذه الدروس غير مقررة. إذن هذه الثلاث دروس الأولى هي المقررة فقط علينا. هيا طلاب الأعزاء لنستكمل حل الجزء الثاني من التدريبات. السؤال الثالث عشر، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. ألف، عندما نريد إيقاف صندوق يتدحرج للأمام نؤثر عليه بقوة اتجاهها للخلف. طلاب الأعزاء يقول لك جسم أو صندوق يتدحرج للأمام، أريد أن أوقف هذا الصندوق وأؤثر عليه بقوة للخلف. طبعا هذه العبارة صحيحة، لأننا عندما نريد أن نوقف جسم متحرك أو نبطئ من حركته نؤثر عليه بقوة في عكس اتجاه حركته، هنا يتحرك للأمام فأنا أؤثر عليه بقوة للخلف، فالعبارة صحيحة. سؤال باء، عندما أقوم بفتح باب صندوق السيارة أستخدم قوة الدفع. المقصود بباب صندوق السيارة هو الصندوق الخلفي للسيارة الذي نضع به الأغراض. يقول لك السؤال عندما أفتح هذا الصندوق أستخدم قوى الدفع. طبعا هذه العبارة خاطئة. لماذا؟ لأنني عندما أقوم بفتح هذا الصندوق أنا أسحب هذا الصندوق ناحيتي، وبالتالي أستخدم قوى السحب وليس قوى الدفع. سؤال تاء، كلما زادت كتلة الجسم زادت السرعة التي يتحرك بها. العبارة صحيحة أم خاطئة طلاب الأعزاء؟ يقول لك الكتلة تزيد، عندما تزيد الكتلة تزيد السرعة. طبعا العبارة خاطئة لأنه العكس هو الذي يحدث. إذا زادت كتلة الجسم تقل السرعة التي يتحرك بها، العلاقة بينهما عكسية. إذا زادت كتلة الجسم قلت السرعة التي يتحرك بها، وإذا قلت كتلة الجسم زادت السرعة التي يتحرك بها. سؤال ثاء، الكرة التي نركلها بالقدم بعد فترة تتباطأ سرعتها ثم تتوقف. هذه الجملة صحيحة طلاب الأعزاء، أي جسم يتحرك في البداية يتحرك بسرعة، بعد فترة تتباطأ وتقل سرعته حتى يتوقف تماما ذاتيا. أي جسم يفعل ذلك؟ جرب أن تركل الكرة، في البداية ستتحرك بسرعة، بعد فترة تتباطأ سرعتها حتى تتوقف تماما. سؤال جيم، تقطع عربة التسوق مسافة كبيرة عند دفعها بقوة صغيرة. يقول لك عربة التسوق تجتاز وتقطع وتمشي مسافة كبيرة عندما تدفعها بقوة صغيرة. طبعا العبارة خاطئة، عندما ندفع عربة التسوق بقوة صغيرة تتحرك مسافة صغيرة، العلاقة هنا طردية، عندما ندفعها بقوة صغيرة تتحرك مسافة صغيرة، عندما ندفعها بقوة كبيرة تتحرك مسافة كبيرة، القوة تزيد المسافة تزيد. الآن طلاب الأعزاء ننتقل إلى مجموعة أخرى من الأسئلة. هيا الذي معه الأوراق يقوم بنقل هذه الإجابات. ننتقل طلاب الأعزاء إلى أسئلة أخرى. السؤال الرابع عشر، انظر للصور التالية ثم أجب عما يلي. كم عدد الأشياء التي تتحرك بقوى الدفع؟ لدينا ست صور طلاب الأعزاء، سنقوم بتصنيف هذه الكور إلى كور تتحرك إلى صور. لدينا صور تتحرك بقوة الدفع وصور تتحرك أو تتأثر بقوة السحب. التي ستتحرك بقوة الدفع سنضع عليها خطا أحمر، والتي ستتأثر بقوة السحب سنضع عليها خطا أخضر. هيا نبدأ طلاب الأعزاء.
الصورة الأولى هذا الرجل الذي يسحب أو يجر هذه الآلة التي نضع عليها الأغراض، طبعا يستخدم قوى السحب. الولد الذي يركل الكرة يحرك الكرة بعيدا عنه، فإنه يستخدم قوى الدفع، نضع خطا أحمر. هذه المرأة تقوم بدفع عربة التسوق المكتظة والممتلئة بالأغراض، فهي تحركها بعيدا عن جسمها للأمام، فتستخدم قوى الدفع، نضع خطا أحمر. هذا الرجل يقوم بتحريك ودفع عربة الأطفال للأمام، فهو يستخدم أيضا قوى الدفع، نضع خطا أحمر. لاعب كرة السلة يرمي الكرة بعيدا عنه، يحرك الكرة بعيدا عنه، فهو أيضا يستخدم قوى الدفع. أما هذا الرجل يحاول أن يسحب الكلب ناحية جسمه، يحاول أن يحرك الكلب ناحيته، وبالتالي يستخدم قوى السحب، نضع خطا أخضر. سؤال ألف، كم عدد الأشياء التي تتحرك بقوى الدفع؟ هيا طلاب الأعزاء، قلنا أن الأشياء التي تتحرك بقوى الدفع سوف نضع عليها خطا أحمر. هيا نقوم بعد الصور، 1 2 3 4، إذن هي 4 صور. سؤال ب، كم عدد الأشياء التي تتأثر بقوى السحب؟ هيا نقوم بالعد، 1 2، إذن لدينا شيئين فقط يتأثران بقوى السحب. سؤال ت، بكم تزيد عدد الأشياء التي تتحرك بقوى الدفع عن الأشياء التي تتأثر بقوى السحب؟ هيا طلاب الأعزاء، التي تتأثر بقوى الدفع كم شيء؟ 1 2 3 4، والتي تتأثر بقوى السحب كم؟ 1 2. إذن طلاب الأعزاء، بكم تزيد قوى الأشياء التي تتأثر بقوى الدفع عن الأشياء التي تتأثر بقوى السحب؟ سنرى، هيا، هذا 4 وهذا 2، إذن نضع دائرة حول المتشابهين. إذن يا أبطال، تزيد قوى الدفع بمقدار 2. إذن كيف نحل هذا السؤال؟ 4 ناقص 2 يساوي 2. 4 ناقص 2، 4 التي تتحرك بقوى الدفع، 2 التي تتحرك بقوى السحب أو تتأثر بقوى السحب، يتبقى لنا 2 2، إذن 4 ناقص 2 تساوي 2. هيا يا أبطال، جزاكم الله خيرا، ننتقل إلى مجموعة أخرى من الأسئلة. السؤال 15، يظهر الجدول المسافة التي تجتازها عدد من السيارات لها نفس الكتلة عند دفعها للأمام. السيارة والمسافة التي قطعتها السيارة، السيارة الحمراء قطعت 5 متر عندما دفعناها، الزرقاء 2 متر، الخضراء 4 متر. طبعا السيارة الحمراء والزرقاء والخضراء لها نفس الكتلة. إذن طلاب الأعزاء، نحن الآن قمنا بعمل تجربة، أتينا بثلاث سيارات لها نفس الكتلة ودفعناها بقوة مختلفة وقسنا المسافة التي تجتازها. إذن في هذه التجربة العامل الثابت هو الكتلة، العامل الثابت هو الكتلة، جميع السيارات لها نفس الكتلة، العامل المتغير هي القوة التي ندفع بها. أي تجربة يجب أن يكون بها عامل واحد فقط متغير، هنا الكتلة ثابتة، الذي يتغير هو القوة التي ندفع بها. ونعلم طلاب الأعزاء، عندما ندفع الجسم بقوة كبيرة يتحرك ويجتاز مسافة كبيرة ويتحرك بسرعة كبيرة، عندما ندفع الجسم بقوة صغيرة يجتاز ويقطع مسافة صغيرة ويتحرك بسرعة قليلة. السؤال ألف، أي السيارات دفعت بأقل قوة؟ السيارة التي دفعت بأقل قوة هي السيارة التي تحركت واجتازت وقطعت أقل مسافة. إذن الإجابة الصحيحة هي السيارة الزرقاء، لأنها قطعت واجتازت 2 متر فقط. السؤال ب، أي السيارات تحركت بأكبر سرعة ممكنة؟ السيارة التي تتحرك بأكبر سرعة ممكنة
هي سيارة دفعت بأكبر قوة واجتازت أكبر مسافة وقطعت أكبر مسافة. أي السيارات؟ السيارات الثلاث، الحمراء أم الزرقاء أم الخضراء، التي اجتازت أكبر مسافة؟ طبعا السيارة الحمراء لأنها اجتازت وقطعت 5 أمتار. سؤال تاء، رتب السيارات تصاعديا حسب سرعتها، مستخدما علامة أكبر من هذه العلامة. الترتيب التصاعدي أبطال هو ترتيب الأشياء من الأقل إلى الأكبر. تصاعدي عندما نصعد السلم، كيف نصعدها؟ نبدأ بالدرجة الأولى، الثانية، الثالثة، وكلما نصعد نرتفع. إذن الدرجة الأولى تكون منخفضة والدرجة الأخيرة تكون مرتفعة. هيا أبطال، سنرتب السيارات حسب السرعة. كيف نعرف ذلك؟ السيارة التي قطعت مسافة كبيرة كانت سرعتها كبيرة لأنها دفعت بقوة كبيرة، والسيارة التي قطعت مسافة صغيرة أكيد دفعت بقوة كبيرة السيارة التي تحركت مسافة قليلة دفعت بقوة قليلة وكانت سرعتها قليلة. إذن أي السيارات كانت سرعتها قليلة؟ هذا هو الترتيب يا أبطال، السيارة الزرقاء ثم الخضراء ثم الحمراء. أقل سرعة هي الزرقاء وأعلى سرعة هي الحمراء. كيف نعرف ذلك؟ أن الزرقاء اجتازت أقل مسافة 2 متر والحمراء اجتازت أكبر مسافة وهي 5 متر. السؤال 13، لديك بالصورة رجل يحرك صندوق، ارسم سهما يعبر عن اتجاه القوة التي تبطئ من حركة هذا الصندوق. هذا الرجل طلاب الأعزاء يحرك هذا الصندوق من أسفل إلى أعلى، قلنا طلاب الأعزاء عندما نريد أن نبطئ حركة أي جسم يجب أن نؤثر عليه بقوة في عكس اتجاه حركته. هو يحرك الصندوق من أسفل إلى أعلى، إذن كيف نبطئ حركة الصندوق؟ نؤثر عليه بقوة العكس، من أعلى إلى أسفل. هو يحرك الصندوق من أسفل إلى أعلى، أنا سأؤثر عليه بقوة من أعلى إلى أسفل، العكس. إذن هكذا يكون اتجاه القوة، ونرسم السهم بهذا الشكل. وها إذن السهم الذي رسمناه هو في عكس اتجاه حركة الصندوق. جزاكم الله خيرا طلاب الأعزاء على الاستماع، وإلى لقاء يتجدد مع درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.